مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو ميد؟ ما هي ميزات ميد؟ ما هو ميد؟ هو مشروع تم إطلاقه على شبكة أفالانش في 11 من مارس عام 2022. يمكن وصفه بأنه بروتوكول الدخل PIP الذي يجمع بين التلاعب و NFTS والرمز المميز المدعوم من الخزانة في جهاز واحد. ما هي ميزات ميد؟ ميد هو رمز الأداة المساعدة لذا تافيرن، وهو جزء لا يتجزأ من عناصر التحفيز في المشروع. ميد هي شبكة دفع مالية لا مركزية تعيد بناء كومة الدفع التقليدية على البلوكشين. تستخدم ميد سلة من العملات المستقرة المربوطة بالعملات الورقية مثبتة خوارزميا من خلال عملتها الاحتياطية لتسهيل المدفوعات القابلة للبرمجة. تتمتع تطبيقات ميد اللامركزية القابلة للتشغيل البيني والتي تم إنشاؤها على شبكات البلوكشين العامة المتعددة بإمكانية إنشاء نظام أساسي متنوع ومميز بالكامل يحركه المجتمع. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.